رابط مباشر fani.emis.gov.eg للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس. تقترب وزارة التربية والتعليم من اعتماد نتائج الدبلومات الفنية 2024، حيث أعلنت مصادر داخل الوزارة عن اقتراب انتهاء أعمال التصحيح لأوراق إجابات الامتحانات. ستشمل نتائج الدبلومات الفنية 2024 لجميع التخصصات مثل دبلوم الصناعة والتجارة والزراعة والفندقية. من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج الدبلومات الفنية 2024 بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني التابعة لوزارة التعليم خلال الأيام القليلة القادمة. نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس. نقدم لطلاب الدبلوم الصناعي والتجاري والزراعي والفندقي دليل على كيفية الاستعلام عن نتائج الشهادة الفنية من خلال الخطوات التالية: فتح بوابة نتائج التعليم الفني، اختبار نتائج الشهادة الفنية لعام 2024، ثم كتابة رقم الجلوس، اختيار الشعبة التابع لها، ثم حدد المحافظة التابعة لها، ثم النقر على زر عرض النتيجة. موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2024. من المنتظر أن يحل موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2024 بمجرد انتهاء أعمال التصحيح في جميع المحافظات، حيث شارك حوالي 818,000 طالب وطالبة في أداء الامتحانات داخل 2562 لجنة سير على مستوى الجمهورية. من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 خلال الأيام القليلة المقبلة بعد انتهاء عمليات التصحيح ورصد الدرجات بدقة. يولى اهتمام خاص بمصلحة الطلاب لضمان حصولهم على الدرجات الصحيحة في جميع المواد الدراسية. تخصص وزارة التعليم العالي نحو 10% من المقاعد في الكليات المتاحة للطلاب الناجحين في الدبلومات الفنية، وذلك بهدف تعزيز فرص الطلاب للالتحاق بالمؤسسات التعليمية التي تتناسب مع اهتماماتهم وتخصصاتهم المستقبلية. لذلك يوجد فرصة كبيرة أمام الحاصلين على الدبلومات الفنية لاستكمال تعليمهم وتحقيق أهدافهم. توزيع درجات الدبلومات الفنية 2024. نظام التعليم الصناعي يتضمن فترة دراسية تدوم 5 سنوات، ويتم تقسيم الدرجات إلى حوالي 1000 درجة. نظام 3 سنوات يتضمن توزيع الدرجات بمجموع 700 درجة. نظام التعليم المزدوج لمدة 3 سنوات يتضمن متوسط درجات حوالي 570 درجة.